الفرونت اند ديالي شنو هو؟ هو هادشي اللي لابس، التشكيل وهاد الطبوكيصه ديالي وهاد النظيرات الخويتين وهاد. تنظيم الوقت بالنسبه لاخويا، باش نجاوبك على الشق الثاني من السؤال ديالك فيما يخص تنظيم الوقت، هو خاصك تفيق بكري. راه ما يمكنش انت اخويا كتبقى شاد مع فاتي 6 حتى 2 الصباح وكتنعس تفيق مع 8 الصباح كلك مشقل وراه غادي تدير شي حاجه، راه ما يمكنش اخويا. تي خصنا ننظموا وقتنا، يعني خاصني نبدا نفيق بكري، بدا تفيق مع 4 الصباح، راه من 4 اخويا حتى 7 راه اللهم بارك على شحال الوقت هذاك دير فيه العجب. بدا تفيق بكري، هذا هو تنظيم الوقت. اما خويا انت كتبقى شاد 6 في الليل حتى الوحده ولا الجوج وتنعس وفايق مبشقل وراسك تيحرقك تيبقى داكشي فيه تراكم، راه ما غدير والو بطبيعه الحال، راه ما عندكش الوقت. والوقت اللي خاصك تمشي تقرا فيه انت جالس كتخدم فيه ومخلي قرايتك، راه ما خدمش هذيك خويا. ندير من 4 ل 7. السلام عليكم، الله يجعل البركه. 4 ل 5 5 6 6 7 راه 3 السوايع هذيك الحج، راه هي 3 السوايع في النهار، ضربها في السيمانه، ضربها في الشهر، ضربها في العام، ولا في 6 شهور، راه البركه ديال الوقت هذيك فهمتيني، غدير فيها اللي ما يداه. راه غير وهذه عندها علاقه بالوقت وعندها علاقه بالصبر وعندها علاقه بكل شيء. شتي راه غير شي روبين الا كان تيقطر وخليتيه غير عام هو تيدير غير نقطه، تيدير طق ويجلس شويه ويدير طق، راه بغى يحفر لك الارض بغى تحفر. فلهذا اخويا بشويه عليا و 3 السوايع اخويا في النهار راه كافيه باش تبدا داكشي اللي بغيتي تبدا، وانت منظم وقتك بخير وعلى خير. عافاكم كتبوا لي شي ابليكاسيون تبين لك الا كان تليفون مراقب. اذا اختي سوسو ما كاينش شي ابليكاسيون. دابا هذا السؤال يتضمن جوج الاجابات، حيت الا قلت لك لا يوجد تطبيق اللي يوريك التليفون ديالك فين كاين غنكون كذاب، لانه كاينين دي زابليكاسيون كيلقاو لك التليفون فين كاين الا مشارك كاينين، ولكن هاد لي زابليكاسيون تيخصهم تخدموا في دي سيغتان كونديسيون، وهادوك اللي كيخصهم ما كيطوفروش، لانه اللي شفر لك التليفون اختي ولا خويا ولا اللي لقاه طاح لكم مشى لقاه اش كيدير؟ كيطفيه، طفاه راه ما بقاش عندك كيفاش تلقاه. فمثلا الا مشيتي كتبتي اختي سوسو في جوجل لوست اندرويد، لوست اندرويد ولا ما اندرويد فايند ولا لوست اندرويد جوبونس بقيتش نخدم اندرويد لوست، راه غيعطيك، ولكن اختي هذاك غيعطيك في وقت حقيقي، وهذاك طفى التليفون. اذا كي غادي دير؟ المشكله لا في الهواتف ديال في الهواتف الاندرويد على وجه الخصوص، هو ان التليفون كيطفى هاردوير بالهاردوير، يعني مثلا انت ملي كتبغي تطفيه نورمالمون كتورك على البوطونات خصك تدخل الموط باس على تطفيه، ولكن الا وركت مثلا على حساب التليفون بطبيعه الحال، الا وركت مثلا غير على باور او فوليوم اب غيطفى، زعما صحه غيطفى، وبالتالي راه ما عندكش كي تلقاه. اذا هاد المشكله كاينه مشكله في الهاردوير، يعني تيجي نتمنوا ان الشركات المصنعه للهواتف الا قدروا انهم يوقفوا هذه الميزه هذه، حيت الا وقفوها كاين ثاني خطر اخر انه كاع واخا يوقفوها دابا كاع تنحللوا معكم كاع يوقفها راه يمشي يحيد الكارت سيم، ها هو مشى التليفون. هذا هو المشكله اختي ديال الاندرويد، ولهذا هذه التطبيقات تبقى غير مفيده. شنو هو الفرق بين شعبه الريزو وشعبه المعلومات؟ الوغ مع نورمالمون خص المهم شعبه المعلومات بصفه عامه انك تاخذ هو البوكاديوس، شعبات المعلومات بصفة عامة هي البوكاديوس، يعني شوية شوية من الحاجة تتعلم تانستالي. المهم أنا ما عرفتش الكورسيس شنو كيقريوكم، مي كتعرف تانستالي بي سي، تعرف تكونفيكوري شوية الريزو، بوكاديوس شوية شوية من الحاجة، شوية الروس شوية هادي شوية هادي، يعني أنت ما مسبيسيفي في حتى شي حاجة. هاد الشعبة أنا كتبان ليا والله أعلم، أنا ما قاريش الكورسيس، ولكن على حساب الوقيتة فاش كنت نقرا أنا، واحد خدامها في سيبر راه فاهم هذاك الشيء اللي غادي يقريك وما فاهم، فهمتي؟ شعبة الريزو كتولي مخصص متخصص، انا التخصص ديالي هو الريزو، واخا هاد اللعيبه ما عرفتش انا في النظام الجديد واش حسنوها ولا ما حسنوهاش، كتقولوا لي انتم الدراري صحاب الريزو، حيت حنا ملي كتخصص في واحد الشعبه ما واخا انت راه تخصص الريزو، الاشكال الكبير هو انك ما الوقت اللي كيتعطيه هو الوقت اللي كيتعطى لك في الريزو اكثر من الوقت اللي كيتعطى لك في مواد اخرى، ولكن يبقى غير كافي.
الا جمعنا عدد السوايع كنلقاوه غير كافي لانهم تيقراوك الجيستيون دونتربريز كيقراوك ما عرفتش هادشي واش باقي تيقراو تيقراوك الفرونسي تيقراوك الكومونيكاسيون تيقراوك شي حويجات اللي انت ماشي الاهتمام ديالك تينقطوك عليها انا درت الريس وداكشي على الشركه تاع سيتي سبيس تيقلبوا على صحاب لي سيرتيفيكا لانه ملي كيجيك واحد تيقول لك انا سيرتيفي مثلا سيسنا ولا سيسكو سيرتيفيكا سيسكو مثلا هذاك تنعرفو اخويا 6 شهور راه تيقرا بالليل وبالنهار الريزو تيقرا شي حاجه اخرى حيت انا الا بغيت واحد تيقرا الجيستيون دونتربريز غادي نمشي اخويا نجيب واحد لي قاري الجيستيون دونتربريز بغيت الكونطابيليتي غنمشي نجيب واحد تيدير الكونطابيليتي انا اعرف جيدا واعلم جيدا ان التنوع تيديروه لانك تيبغيوك انك لا بغيتي دير شركه ديالك وهذا ولكن من منا انا مني وجبد انا الكومونيكاسيون ما خدمت انا لا بكومونيكاسيون الريزو هو اللي خدمني به ما خدمت كومونيكاسيون ما عاد كنا تنديروا جونس ما كنتش عاقل واش كنا نقراوها عندي ما ندير انا بداكشي فهمتيني حتى انا كمقاول المقاوله راه عندك جوج الحوايج يا اما كتعلمها كتدخل وتنصب عليك هذا تحرفك مع الحرفه تتعرف دير شحال من واحد داير مقاوله وهو لم يدرس المقاوله تكون مقاوله بالممارسه او بالفطره وكان اللي مشى دارها ولكن انا دابا مثلا غنتحرف شويه ولكن النيفو شويه تيكبر راه غادي نجيب سكرتير غنمشي نجيب واحد قاري السكرتاري ها كومونيكاسيون لا ماركتين غنمشي نجيب واحد متخصص والله اعلم عاوتاني هذه وجهه نظري وصافي واش ديبلوم ديال عامين ديال البرمجه كافي باش نخدم لا سيدي مروان سوق الشغل لا يتطلب عامين ديال البرمجه سوق الشغل اخويا كيبغي تيبغي ليكسبيريونس كيبغي لي كومبيتونس يعني ليكسبيريونس اخويا خاصك اخويا تخدم على دي بروجي خاصني نشوف لي بروجي اللي خدمتي فيهم اولا اللي صاوبتي فهمتي هذا هو اللي مهم اما اخويا عامين راه غير كافيه ان ديفلوبور بروفيسيونيل كتلقى ضرب 5 سنين وما تيقولش على راسو بروفيسيونيل هذا راه ضرب 5 سنين كيفاش نأمن الحساب انستغرام هو دير فيه تو فاكتور اوثنتيكيشن والسلام عليكم وما تخدمش بالتطبيقات اللي تيقولوا لك تلوغا في انستغرام الا كنتو غالبا غتكونوا شفتوها ملي كنت دخلت كانوا فيقوني الصباح جيت تنجري كان وقع لنا واحد المشكل واحد السيده كانت خدامه معنا المهم كانت بغات دير مجال الابداع حيت هي كانت دير لنا الفيديو ايديتين وكان عندها الكونت انستغرام في داك البيسي ويندوز فهي جات تلوغات بانستغرام صدقوا هزوا لنا التوكان صدقوا حطوا لنا ديك البوست في ستوري فهمتيني فما ديرش هذا الخطا الله يرحم ليك الوالدين شنو احسن فرونت اند ولا الووردبريس كيفاش شكون احسن الفرونت اند ولا الووردبريس سي دي بيزنس الفرونت اند اخويا الفرونت اند هاد الووردبريس تتم من جلة الفرونت اند هي الواجهه الرسوميه يعني باش تفهم معايا نرجعوا مثلا للسيت ديال هاد الاخ دابا هادشي هاد الزواق اللي كيبان لك دابا تنهضروا في الزواق شي هاد اللويام هاد الخضار هذا تيتسمى الفرونت اند هاد الشكل اللي كيبان لك تيتسمى الفرونت اند هذا تيتسمى الفرونت اند دابا هذا في الاول مثلا تخيلوا تيكون فوتوشوب تيتقطع عاد تمشي لكوطي ديفلوبمون فهمتيني اذا هذا الفرونت اند اذا الفرونت اند بوحدو والووردبريس بوحدو فهمت بحال الزواق الفرونت اند ديالي شنو هو هادشي اللي لابس التشكيل والطبوكيسا ديالي والنضيضرات الخويتم شكون هنا قلت لك انا هو الشكل هذا هو الفرونت اند الباك اند شنو هو الباك اند الداخل هو القلب ديالي الصدر ديالي الكلوه ديالي الداخل تسمى الباك اند ماشي ما كتشوف هو الكور